تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، اختتمت منظمة إنجاز العرب وهي عضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية الدورة العاشرة من مسابقة إنجاز العرب السنوية للشباب رائدي الأعمال. ولدى حضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة حفل ختام الدورة العاشرة من مسابقة إنجاز العرب السنوية للشباب رائدي الأعمال بفندق آرت روتانا. أشاد سموه بالجهود التي تبذلها مؤسسة إنجاز العرب عبر شبكتها الإقليمية من أجل رفد طاقات الشباب العربي بالأدوات التي تمكنهم من صقل قدراتهم وطاقاتهم الخلاقة في سن مبكرة، مما يمكنهم للسعي بخطى واثقة نحو تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وليصبحوا قادة تعتز بهم الأوطان في المستقبل. ونوه سموه بالإمكانات الواعدة التي يبشر بها الطلبة المشاركون في المسابقة وما أظهروه من مثابرة واهتمام على اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة من خلال الأفق التي يتيحها برنامج المسابقة. وضمت المسابقة 20 فريقا مكونا من رواد الأعمال الشباب من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنافسوا على الفوز بلقب أفضل شركة طلابية للعام جامعات وأفضل شركة طلابية للعام مدارس ثانوية، إضافة إلى 7 جوائز أخرى. وتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة في دورة هذا العام مساء أمس في حفل مميز عقد بحضور أكثر من 400 ضيف. وقد فاز بجائزة أفضل شركة طلابية للعام جامعات فريق وتد من المملكة العربية السعودية، أما فريق روشينا من مملكة البحرين فحصل على جائزة أفضل شركة طلابية للعام مدارس ثانوية. وتعليقا على نجاح المسابقة قالت الرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة: نعتز بشدة بجميع طلابنا المشاركين من مختلف أرجاء المنطقة الذين عملوا بجد وأظهروا تفانيهم وإبداعهم في تبني مفاهيم تجارية وتطبيقها في الحياة الواقعية، فبفضل الجهود التي بذلوها على مدار الشهور الستة الماضية تمكنوا من اجتياز شوط طويل ومن إثبات قدراتهم من خلال ما قدموه من مشاريع، ونفتخر على وجه الخصوص بمملكة البحرين التي تمكنت من استضافة المسابقة لأول مرة هذا العام والذي يصادف الذكرى العاشرة لانطلاقها. لقد قامت مسابقة برنامج الشركات الوطنية من إنجاز العرب برفع مستوى معاييرها للمشاريع المشاركة في مسابقة العام المقبل، وبالتالي فنحن متحمسون لرؤية ما يحمله المستقبل للطلاب المشاركين مع إنجاز. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين الدكتور عبد الرحمن جواهري إن هذه التجربة مميزة حيث قدم الطلاب الشباب منتجاتهم وأعمالهم المبتكرة، مشيرا إلى أن البحرين تميزت في استضافتها لهذا الحدث. وجاءت مسابقة إنجاز العرب الإقليمية السنوية للشباب رائدي الأعمال بعد استكمال جولات المسابقة الفردية على مستوى الدول واختتام 6 أشهر من التدريب على الجاهزية للعمل ومبادئ المالية الأساسية وريادة الأعمال استنادا إلى برنامج الشركات المتميز عالميا من منظمة إنجاز العرب.
120 شابا ينتمون لعشرين فريقا من رواد الأعمال من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنافسوا للفوز بإحدى الجوائز التسع لمسابقة إنجاز العرب الإقليمية العاشرة للشباب رائدي الأعمال، مسابقة حظيت مملكة البحرين باحتضانها للمرة الأولى، فهي من تعتبر فرصة غير اعتيادية للشباب العربي لاكتساب أفضل الأفكار والخوض بأنجع التجارب المتعلقة بإدارة الأعمال التجارية من واقع الحياة الحقيقية. نحن اليوم سعيدين باستضافة 14 دولة عربية و20 شركة طلابية على أرض مملكتنا الغالية، واليوم كان الهدف من مسابقة تعرف على أفضل شركة طلابية في مسابقة إنجاز العرب، وأبشركم أن مملكة البحرين فازت في فئة المدارس الثانوية بفوز شركة روشينا متمثلة في طلاب مدرسة ابن خلدون الوطنية، وفي فئة الجامعات فازت شركة طلابية من دولة شقيقة مملكة العربية السعودية، ونبارك لهم على جهودهم، ونطلب من الطلبة أن هذه ليست النهاية باستلام جائزتهم اليوم، بل بداية شركتهم وإسهاماتهم في اقتصاد أوطانهم العربية. أكثر من 110,000 شاب وشابة بحرينية دخلوا برامج إنجاز البحرين، واليوم العالم العربي والعالم بأجمله رأوا ماذا تعني البحرين. البحرين دولة مملكة الحضارات، البحرين مملكة تراعي شبابها والاهتمام بالشباب وبشابات المستقبل. معايير ثابتة تم اعتمادها من قبل لجنة الحكام التابعة للمسابقة لتقييم الفرق المشاركة والوقوف على جملة أسباب الفلاح الرئيسية التي وقفت خلف حصدها للجوائز. الشركة تقوم على أنها تلبي احتياجات المجتمع، أنها تحافظ على البيئة، أنها تكون مربحة. فإذا حافظوا على ثلاثة النقاط هذه الرئيسية فالشركة تكون شركة سستينبل، شركة مستدامة وتعمل بشكل صحيح وتستمر. فرق مرحلة الدراسة الثانوية والجامعية التي شاركت وجاءت من 13 دولة وأخذت نصيبها من جوائز مسابقة إنجاز العرب الإقليمية العاشرة للشباب رائدي الأعمال ستكون على موعد محدد يجمعها مع سوق العمل التنافسي في القريب العاجل. أفراد وجماعات عقولهم مليئة بالإبداع والابتكار، فهي من ستكون قادرة على التوغل في مجالات الأعمال والمالية والتسويق والمبيعات ودراسات الجدوى الاقتصادية للشركات التي سيقومون بإدارتها مستقبلا. فوزنا اليوم يعني لترجمة تعبنا اللي راح والجهودنا، والبرنامج إنجاز فعلا اللي قدم لنا خبرة كاملة، يعني سواء فزنا أو ما فزنا يكفي الخبرة اللي اكتسبناها. جائزة فيديكس هي وسام شرف جدا علينا، حصلنا عليها لأنها منتجنا منتج مستدام، جدا سعيدين بهذه التجربة وبهذا الفوز. والله اشتغلنا بجد وكد وتعب حق سنة كاملة عشان نكسب هالجائزة. ما يزيد على 400 شخصية حكومية ودبلوماسية وقادة أعمال حضروا البرنامج الفعال للمسابقة ليشاهدوا حقيقة ما تزخر به البيئة العربية من قيادات شبابية تعج عقولها بتلك الأفكار النيرة التي تخدم مجتمعاتها. هي عملية استخراج مدروسة لتلك الطاقات الإبداعية الكامنة والساكنة في عقل هذه البراعم العربية الشابة التي تحتاج لأن تسقل ويتم ريها بشتى صور الدعم الذي تستحقه لتصبح فيما بعد أنموذجاً يحتذى به ومثالاً يسطع بريقه في سماء ريادة الأعمال. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.